جذب طفل صغير يدعى ماجد الأنظر إليه عقب نشر مقطع فيديو له وهو يؤدي أحد الفنون الشعبية خلال حفل زفاف لأقاربه في تبوك. ظهر طفل وهو يؤدي رقصة الفريحي وسط عدد كبير من عائلته وأقربائه الذين هموا بالرقص معه والتصفيق له. رقصة الفريحي هي فن شعبي جماعي يؤدى عبر صفين متقابلين أو على شكل نصف دائرة، حيث يقوم أحد المؤديين بالرقص بين الصفين كأداء فردي. هذه الرقصة تعتبر فن من الفنون الشعبية السعودية وتشتهر به منطقة بوكا وتحديدا في الساحل الغربي. يردد الصفين المتقابلين مجموعة من القصائد المتنوعة بمواضيع مختلفة.